الحدث المؤلم اليوم والخبر المفجع هو وفاة رضيع في مدرجات ملعب الأمير عبد الله بن جلوي، والذي اتضح بعد أكيد التحقيقات بأنه كان يعاني من مشاكل في التنفس. احنا بدورنا أكيد نتوجه بالدعاء للرحمة لهذا الرضيع، وأن يربط على قلب والديه يا رب وكل الناس اللي تقرب له. وزارة الرياضة أصدرت بيان قبل قليل حول هذا الموضوع، حيث تهد وزارة الرياضة الإيضاح بأنه مع نهاية الشوط الأول من مباراة الفتح والوحدة التي أقيمت اليوم السبت 9 فبراير للعام 2020 على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء ضمن مباريات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تلقت إدارة الملعب بلاغا عن حالة إسعافية طارئة في مدرجات الملعب، وعلى الفور اتجه الفريق الطبي التابع للهلال الأحمر والذي كان قريبا من المدرج إلى موقع الحالة، وكانت لطفل يبلغ من العمر شهرا ونصف أحضرته أسرته المكونة من الأب والأم وستة أطفال، وقد كان الطفل حينها فاقدا للوعي وسرعان ما فارق الحياة، حيث اتضح أنه كان يعاني من صعوبات في التنفس منذ ولادته. ووزارة الرياضة إذ توضح ذلك ببالغ الأسى، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطفل، سائلين الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه. الله يرحمه يا رب. أبو تركي، الله يتقبله. وهذا يعني شيء مؤلم جدا والله، محزن. وبيان وزارة الرياضة يمثلنا كلنا جميعا. طبعا الأسرة فيهم اللي كافيهم الآن، مو وقت تأنيب وليش وليش، خلاص شيء صار وحدث، الحمد لله على قضاء الله وقدره مكتوب. مستقبلا الأطفال اللي في الأعمار يعني يفضل بقائهم في منازلهم، والحمد لله على كل حال. فيصل، الله يصبر والديه حقيقي ويربط على قلوبهم، وان شاء الله نتمنى انه الله يجعله شفيعا ايضا لوالديك يعني باذن الله. تعازينا حقيقه لاسره الطفل، وان شاء الله انها تكون اخر الاحزان. عرفت بصركي. رحم الله غيث، ها غيث الفرحان اسمه صح. نقول يعني الله ان شاء الله يعني يتقبل، وان شاء الله انه يعني انا اقول ابوه شفيع لوالديه ان شاء الله، من طيور الجنه باذن الله. خلوكم ان شاء الله سعداء ومبتهجين، وزي ما قال ابو فيصل انها باذن الله يكون شفيع لكم. تعازينا لاسرتهم، وشكرا لهيئه الرياضه على وزاره الاعلام، وزاره الرياضه. ايه شكرا على هذا التوضيح. الله يعطيك العافيه. تركي ها قال لك اي والله اعطاك اياها من غير صحه. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله. فصل قصير متمنى.